أقول منذ عدة شهور توفيت والدتي بحادثة دحس سيارة، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ قدره 50,000 ليرة سورية كدية لنا. أسأل وأقول هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال على والدتي وأن يحج عنها شخص آخر؟ ثانيا، هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوادث شهيدا؟ ثالثا، هل تصح زيارة رور أيام الأعياد ويوم الجمعة؟ وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذا؟ أرشدونا وفقكم الله. أما الدية إنها تكون من تركة المتوفى، تكون للورثة، كل يأخذ نصيبه منها. بعدما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية فإن الباقي يكون للورثة، يوزع عليهم على حسب ما شرعه الله عز وجل من أصحاب الفروض والعصبات، وكل يتصرف في نصيبه. فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص. أما نصيب بقية الورثة فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. فإذا اتفقتم أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحججوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك. أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك فإنه يدفع إليه نصيبه ولا يؤخذ منه شيء، لا صدقه ولا حجه، والله أعلم. أما قضية يقول هل يعتبر من يموت في مثل هذه الحوادث الشهيد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في النصوص الشرعية، أن القتيل في المعركة الجهاد في سبيل الله يكون شهيدا، وكذلك المقتول ظلما يكون شهيدا، وكذلك من قتل دون ماله أو عرضه أو نفسه فهو شهيد. ونرجو للمسلم الخير، نرجو للمسلم الخير والمغفرة. وأما قضية زيارة القبور فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة أو في يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام زيارة القبور مشروعة، الزيارة الشرعية التي يكون القصد منها الاعتبار والاتعاظ بالموتى والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ويكون القصد منها أيضا نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، ترحم عليهم فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم. في سائر الأيام زيارة القبور، لا في يوم الجمعة خاصة ولا في يوم العيد خاصة. وكونهم ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم.